في الأيام دي يمكن بنعيش في جو وطقس غير مستقر، طقس متقلب لو ممكن نقول. خبراء الأرصاد حذروا من حالة عدم الاستقرار، وبالفعل بدأت يعني من امبارح بالليل، وطبعا التقلبات في درجات الحرارة واضحة تماما، ما بين ارتفاع شديد في درجات الحرارة وزي ما احنا شايفين اهو امطار وموجة طقس غير مستقرة على مدار الأيام اللي جاية. طبعا احنا هنتعرف اكتر على موجة الطقس اللي هتشهدها البلاد، حالة الجو الأيام دي، أسباب ارتفاع درجات الحرارة فجأة وبعد كده انخفاضها، لحد إمتى هيستمر الجو المتقلب اللي احنا بنعيشه. معانا في الاستوديو دكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق. أنا برحب بيك، صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أولا يعني سبب ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا شاهدناها كان يوم الثلاث والأربع، كان في ارتفاع في درجات الحرارة مرة واحدة، تقارير من هيئة الأرصاد الجوية ان يوم الخميس والجمعة والسبت هيكون في امطار وسيول في بعض الأماكن مرة واحدة برضه. خلينا ناخدها جزء جزء. الجزء الأولاني لما ارتفعت درجة الحرارة يوم الثلاث مع نشاط للرياح اللي ادى الأتربة والعواصف اللي احنا شفناها، كان سبب ان كان في منخفض جوي. وعلى فكرة منخفض جوي ده هو أي كلمة منخفض يعني معاه طقس سيء، سواء بقى كان أمطار أتربة عامة. يعني يعني إيه أصلا منخفض جوي؟ يعني منطقة الضغط فيها أقل من اللي حواليها، يعني الضغط الجوي في هذه المنطقة أقل من اللي حواليها كلها، فيبقى دي اسمها منخفض جوي، سواء في طبقات الجو العليا أو على السطح. يعني بنقيس الضغط هنا، الضغط الجوي في المنطقة دي، والضغط الجو هنا وهنا، فأقل منطقة بيبقى فيها الضغط جوي بيسموه منخفض جوي. فده كان منخفض جوي تولد في الصحراء الغربية، جاب رياح جنوبية غربية جاية من الصحراء، كان معها أتربة ودرجة حرارة عالية بدأت تعمل. إنما اللي حدث اليومين دول اللي هو اللي احنا شايفينه من أمس، ليلة أمس، النهاردة، بكرة، لحد يوم السبت، ده أيضا منخفض جوي، ولكن جاي منين؟ جاي من جنوب القارة الأوروبية، مع وجود أيضا منخفض جاي من السودان. منخفض السودان ده بيبقى جاي بدرجة حرارة عالية قوي، وجاي من تحت من السودان، مع وجود في طبقات الجو العليا منخفض بارد قوي جاي من أوروبا. فتخيلي يعني حاجة سخنة قوي مع حاجة باردة قوي، بيعمل حالة عدم الاستقرار. ليه بقى؟ أنا آسف. الهواء السخن بيبقى وزنه أقل من الهواء البارد، فبيبقى الهواء السخن تحت والهواء البارد فوق، فما ينفعش تبقى بحالة عدم استقرار. دايما كل حاجة في الدنيا بتحاول انها ترجع الى الاستقرار. يعني ايه؟ يعني لازم يحدث العدلة اللي انا بعملها بايدي دي، ان الهواء البارد ينزل تحت لان هو التقيل، والهواء السخن يبقى فوق. لكن اللي حصل هو فالحركة العكس، فالحركة دي هو اللي كان حاصل، اللي حصل حاليا العكس. طب ايه اللي بيحصل؟ ان هو الجو عايز يعدل نفسه، بيخلي الهواء السخن الخفيف فوق والهواء البارد تحت. الحركه دي تعمل حاجه عدم استقرار، والعواصف الترابيه تبدا بقى تعمل عواصف ترابيه وتدي معاها امطار وتدي كل اللي احنا شايفينه دون. الموجه دي احنا مصر تشهدها ولا كمان هناك عدد من الدول اللي هي هتبدا تتحرك من عندنا بعد الثلاث ايام؟ هتدخل على الاردن، فلسطين، لبنان، بس هتبقى اعنف هناك. هتبقى يعني هي هتبقى خفيفه عندنا كده مقارنه بالاردن وفلسطين. ليه بقى؟ لانها هتعدي الجبال هناك وبعدين تبدا تنزل عليهم، فمعنى ان انا اعدي الجبل درجه حراره تقل اكتر، الامطار اللي احنا شايفينها هتبقى تلج هناك وهيل وكده، فبتبقى هتبقى اعنف عندهم. لكن هي عندنا عنيفه، بس عشان ما فيش جبال عندنا وما عدتهاش لسه، فعشان كده احنا شايفين امطار بس. ده بالنسبه لي المنخفض الجوي يعني اللي احنا بنتعرض ليه في الوقت الحالي واللي هتشهده البلاد، منخفض الجوي. طب ايه حكايه بقى التنين، اعصير التنين؟ لا ده كلام، بص هقول لحضرتك حاجه، ده كلام فارغ ملهوش اي مكان من الصحه، ولا في حاجه اسمها تنين، ولا في حاجه، ده كلام فارغ، وما اعرفش مين اللي بيكتب بيسمي التسميه دي. لا ده مجرد منخفض، على فكره احنا متعودين عليه، احنا متعودين عليه، بس هو المره دي جاي اعنف شويه، لكن هو بيجي دايما في فصل الربيع وفي فصل الخريف، اللي هو منخفض السودان اللي بيبقى سخن درجه حراره السودان. انت لو لقيتي، لو رحت السودان دلوقتي قصي الحراره 42، فانت متخيله درجه حراره 42 جايه لك من تحت
ويجي لك درجة حرارة من فوق من أوروبا يعني في درجات الجو العليا ممكن تلاقيها ناقص مثلا 20 ناقص 25 ممكن تكون أقل من كده. شوفي الفرق قد إيه. فده اللي بيعمل حاجة عدم استقرار، وده إحنا بنشوفه دايما يعني. يعني ده معروف عند بطول الأرصاد إن في انفرد في شيب بتاع السودان بيجي وبيعمل أمطار دايما وبيعمل سيول، ولكن هو يمكن المرة دي أعنف شوية عشان فرق درجات الحرارة ما بين السطح والأبر إير كبير قوي. طيب الكلايمت تشينج او التغيرات المناخيه والارتفاع في درجات الحراره اللي احنا بقينا نشهده على مدار السنين اللي فاتت، هل ده ممكن يكون كمان اثر على طقس مصر؟ اكيد طبعا، العالم كله اتاثر بالتغير المناخي ومنها مصر. واللي عايز اقوله ان وتيره التغير المناخي هتبقى اسرع من ذي قبل كمان. ليه؟ حصل عندنا حريقين يعني طلعوا كمية مهولة من ثاني أكسيد الكربون، اللي هو حريق البرازيل وحريق أستراليا، الغابات هنا وهنا، ده أطلق كمية مهولة من ثاني أكسيد الكربون اللي أدت أو هتؤدي إلى سرعة تغير المناخ أكتر، وهنحس بتغير عنيف أكتر في درجات الحرارة. يعني إحنا دايما بندرس في المناهج أنه طقس أو مناخ مصر حار جاف صيفاً، دافئ ممطر شتاء، هل ده فعلا ولا لا نتيجه للتغيرات المناخيه؟ لا لا. ممكن الطقس يتغير على مدار السنين اللي جايه؟ لا فعلا هو اتغير فعلا. وهناك في لجنه في الارصاد الجويه يعني خلاص هي بتخلص شغلها اليومين دول عشان توصف مناخ مصر شكله ايه. هي خلصت تقريبا شغلها وبتعمل التقرير النهائي بتاعها عشان تقول لك مناخ مصر شكله ايه، هل هو استمر على كده ولا اتغير. طب لو اتغير بقى شكله ايه، ايه الجديد او ايه الوصف الجديد لمناخ مصر عشان نقدر نحطه في المناهج التعليميه. وده شيء مهم جدا ان احنا دايما نتابع التغيرات المناخيه ونعمل الاحتياطات كمان اللازمه عشان يعني منع حدوث اي كوارث طبيعيه. اكيد طبعا، لان طبعا حتى كمان عشان اعلم الاولاد في المدارس صح. طب طالما بقى في تغيرات في سمات المناخ في مصر، ليه مش بيتم الاعلان عنه؟ يعني ليه ما فيش اعلان عنه بشكل اكبر؟ لا احنا دايما بنعلن وبنقول ان في تغير في المناخ على مصر، والواضح ان وبنتكلم ان طب شوفوا الصيف بقى شكله ايه، درجات الحراره بقت عاليه. لاكتر من كده ممكن درجات الحراره في الصيف في مصر ما بقتش عاليه بالطريقه اللي احنا نقول التغير بقى شديد قوي، لكن اللي بقى اكتر وخلينا حاصل بالحراره اكتر هو ارتفاع نسب الرطوبه في الصيف بقت عاليه جدا، وده اللي بيحسسك بارتفاع الحراره اكتر. بدانا نشوف بدايات الفصول نفسها بدات تتغير وبنعلن عن كده. يعني المفروض ان ما اللي بيحدث اليومين دول ده بيحدث في الربيع والخريف، طب احنا لسه ما بداناش الربيع ومع ذلك حدث، يبقى معنى كده ان فعلا الفصول بدات تبدا تتغير بدايه الفصول نفسها. يبقى اذا مناخ مصر بيتغير وحتى بدايه الفصول نفسها بتتغير. طيب ازاي بيتم قياس الطقس؟ ازاي بيتم رصده؟ وكمان فكره توقيته، لانه في بعض الاحيان ما بيكونش في دقه بشكل، يعني بيتم الاعلان عن حاله طقس معينه ولكن بنتفاجئ بانه لا ما حصلتش، بس المره دي يعني شكلها هتحصل بقى. لا بص هقول لحضرتك حاجه، خليني ابدا الجزء الاخير الاول وبعدين اقول لك ازاي بيتم على الهيئه العامه للارصاد الجويه منذ ما يقرب من 10 سنين تقريبا او اكتر شويه، والنشرات الجويه بتاعتها صادقه بنسبه 100%. مفيش اي ظاهره او اي حاجه حدثت في مصر الا ما كانت الارصاد الجويه اعلنتها على الاقل قبلها ب 72 ساعه. تمام. فلا احنا هيئه الارصاد حاليا بقى فيها تقدم كبير قوي، فيها اجهزه حديثه جدا زيها زي اي دوله متقدمه. طب نشوف الجزء الاول من السؤال، ازاي بيتم عمل النشره الجويه في حد ذاتها او قياس الطقس؟ فهي احنا طبعا وفقا لتعليمات المنظمه العالميه للارصاد الجويه اللي هي بتنظم عمل الارصاد الجويه في العالم كله، بتدي التعليمات دي كل العالم بيعملها، اللي هي بيبقى عندك في كل مكان في مصر في كل محافظه في محطه او اكتر محطه ارصاد. محطه ارصاد دي بيبقى فيها عنصر للرياح والحراره والرطوبه والضغط الجوي، ويبقى فيه راصد جوي بيشوف الرؤيه وبيشوف الظواهر الجويه والسحب، وبيبدا يعمل ما تسمى الرصده الجويه
اللي هي عبارة عن رياح، رؤية، ظواهر جوية، سحب، حرارة، رطوبة، الضغط الجوي. الرصدة دي بتتعمل وكمية الأمطار كمان، هل ما هي الظواهر الجوية؟ الظواهر الجوية دي بقى أيا كانت، لو في أمطار، لو في أتربة، لو في بيكتبها. والرصدة دي بتتجمع في هيئة الرصاد الجوية على رأس الساعة. إحنا عندنا حوالي 103 محطة بتجمعيها كل ساعة. الرصادات تتجمع وبعدين ترسل إلى ما يسمى بنك المعلومات الخاصة بالرصاد الجوية اللي محددة المنظمة عن الرصاد الجوية، في ثلاثة في أفريقيا، في الجزائر، في نيجيريا، في جنوب أفريقيا. تبعتي له البيانات دي، يرد عليك ببيانات العالم كله. يرجع لك بقى بيانات عشان العالم كله. عشان تخلي بالك لو في أي حاجة تبدأ بتدخليها أو رياح على الكمبيوتر، بتدخليها على الكمبيوتر. أو عواصف ترابية دي أكيد هتأثر على بيدخل ده مصر. ده بيدخل على الكمبيوتر الحاجة. يطلع لك الخرائط اللي طبعًا الأخصائيين دارس الكلام ده، يبدأ يقول لك شكل الجو عامل إيه وفي التحليل. ربنا يا رب يسلم الجميع. وأهم حاجة أنه يمكن الدولة المصرية والحكومة بمختلف الأجهزة المعنية اتخذت كافة التدابير اللازمة، ولكن علينا جميعاً أن احنا نكون على قدر كبير من هذا الحدث. وطبعاً يعني احنا هنتابع مع حضراتكم هذه التغطية المستمرة، رصد ومتابعة على مدار اليوم لكل الاستعدادات في كل محافظة لمواجهة موجة الطقس الغير المستقرة اللي بتشهدها البلاد. من الصعب جداً أن احنا نوقف أي أزمة، لكن هناك ما يعني يسمى بإدارة الأزمة اللي يعني نشهدها في الوقت الحالي. هناك حرص على إحاطة المواطن بكل ما يحدث دون تهويل أو تهوين، ولكن علينا أن احنا نلتزم بنصائح وإرشادات المعنيين والدولة في الوقت الحالي. ربنا يسلمنا جميعا يا رب. دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد السابق، أنا بشكرك يا فندم على كل هذه المعلومات. الطقس اللي احنا بنمر بيه، هذه الموجة اسمها منخفض جوي مش تنين، بلاش بقى ايه كلام يعني الفيسبوكي. انا بشكرك يا فندم، وبشكر طبعا كل متابعي اكسترا نيوز.